السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضرتكم محمد طه في قناة شروحات تك. أنا طبعا إيه كنت عملت الفيديو ده علشان كانت واجهتني كده، إيه عايز أدور على مقطع موسيقي أو موسيقى أو شيء أو حاجة زي كده، خاصة اللي هي الحاجات الموسيقية اللي بتبقى موجودة، ممكن تبقى تتر معين كده، أو يعني إيه حضرتك سمعت صوت موسيقى معين فعايز تجيبه الفيديو بتاعك، الحاجات اللي هي الريميكسات والحاجات زي كده. و مثلا لو حبيت، يعني في بعض الناس ما بتستحسنش الكلام ده، بس يعني في ناس بتحتاج مثلا تبقى مثلا حاجات اللي هي مقاطع الناس، خاصة الناس اللي بتصمم فيديوهات زي حالتنا كده، فأنت مثلا بتحتاج حاجة مثلا مقطع صغير في النهاية أو في البداية، المهم في مقطع الفيديو بتاعك، فهو ممكن يبقى مثلا مقطع من المقاطع القصيرة. فأنت عايز مثلا إزاي أدور على الفيديو ده وأنا مش عارف أجيب اسمه؟ طب أنا سمعت الأغنية ومش مكتوب مثلا فيها اسم، او سمعتها او سمعت الصوت ده وما جبتش فيه، مش عارف اجيبه، مش عارف اجيب المقطع الفيديو ده او مقطع الصوت ده. فانا قعدت ابحث عن ازاي ان احنا نقدر نجيب الموضوع ده، فتابعونا ويلا بينا نشوف ازاي ممكن نشوف الحكاية دي. كده يا جماعة، ان احنا جبنا طبعا التطبيق زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، والتطبيق ده بيجي طبعا من على شازام او شازام SHAZAM شازام. المهم تطبيق مجاني بنبيع على اندرويد او على الاب ستور ايا كان، بتجيبه ده طبعا موقعه من على الويب سايت نفسه يعني، وطبعا بيقول لك ايه يعني في النهايه يعني ممكن تجيب الايه طبعا جوجل بلاي او يعني اندرويد، نظام اندرويد او نظام ابل، بتشغل الجهاز التطبيق، بتضغط على الزرار الموجود هنا زي ما هو مطبوع موجود كده عندي. والمهم ساعه ما هو بيستمع للموسيقى الجهاز عندك بهذا الشكل مثلا، تمام، بيبقى تضغط على الزرار اللي هو الايقونه نفسها اللي هي العلامتين اللي عامله زي الاتحاد ديت، وبتضغط عليها ساعه ما بتضغط عليها خلاص هو بيستمع، بيعمل يستمع للصوت اللي موجود. وبعد ما بيستمع للصوت الموجود بالتالي هو بيستجيب للموسيقى على طول لما يكون متوصل مع الانترنت، خلاص فورا بتلاقيه جاب الايه الصوت على طول. طبعا هو علشان يقوم عامل رعشه كده فيبريشن، وبعد كده جايب لك اللينك بتاع الموسيقى اللي هو الموجوده ايا يعني كان التتر الموجود، خاصه اللي هو طبعا الريمكسات والحاجات دي الاخص يعني. طب بفرض انت ما جبت الموسيقى، طب تحملها ازاي؟ يعني ازاي تستخدمها من مقطع الفيديو بتاعك؟ مثلا بعض الاخوه ما بيعرفوش يعني، يقول لك طب انا اعرف ازاي احطه مثلا مع الفيديو بتاعي، عايز يعمل مثلا فيديو عنده برنامج اللي هو مثلا كامتشا ستوديو زي كل البرامج اللي هي كاب كات دوت او كات كاب اي، المهم يعني المهم يعني اي سوني فيجا، المهم اي حاجه، برامج اللي هي الايديتور او برامج التحرير يعني، سواء كانت مجانيه اندرويد او سواء على الكمبيوتر، بس طبعا الكمبيوتر احسن عشان معاك تولز ادوات اكتر وبتقدر تستخدمها، من الموبايل بيبقى صعب شويه، لكن بعض الناس بتحب يعني انه يكون هو الموبايل يعني. طيب ما علينا من الاداه التحرير نفسها، المهم انت عايز تجيب الموسيقى ازاي؟ طب بعد انت ما جبتها، طب انا اجيبها ازاي؟ ما انت جبتها من على اليوتيوب او كذا او جايب لك الموقع الرسمي. هنا بقى في حاجتين، لو انت هتستخدم الموقع اللي هو الاديتور نفسه بتاعك، اللي هو الاديتور نفسه اللي هو البرنامج التحرير نفسه للفيديو، الصوت احيانا الموبايل اللابتوب بتاعك ممكن يبقى زي النظام بتاعي ده كده مروحته بتعلى وبتاع، فصوت الموسيقى يتداخل مع المروحه او المحيط، فبالتالي الافضل ان انت هتستخدم الموسيقى نفسها اللي هي موجوده، هتعمل تستخدم اللي هو برنامج الفويس ريكوردر مثلا، اللي هو الفويس ريكوردر العادي اللي هو على اجهزه سامسونج مثلا اللي هو ده، تمام، ايقونته طبعا اللي هي بتبقى صغيره كده فويس ريكوردر اللي هي الصغيره ديت، تمام كده زي ما شايفه قدام حضراتكم يعني، اللي هي دي موجوده دي زي كده، وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده طبعا انت بتستخدم الفويس ريكوردر، بتستخدمه وبعد ما تستخدمه طبعا بتحمله، بتعمله سند للكمبيوتر بتاعك عن طريق البلوتوث او السلك اللينك بتاع الكابل بتاع النت بتاع كابل الموبايل بتاعك، وبالتالي خلاص حصلت على المقطع الفيديو اللي انت عايزه الصوتي، اسف، الام بي 3 ده، وبتستخدمه وبتحطه على الجهاز بتاعك وفي الفيديو بقى وخلاص تعمله تحرير. فكده ممكن عرفنا ازاي ممكن نقدر نجيب المقطع الموسيقي، والافضل ايه ان انت طبعا تبقى احسن ان انت تجيبه بالموبايل بتاعك بس الفويس ريكوردر عندك، وبالتالي تقدر تستخلص الموسيقى سواء بشازام او بالفويس ريكوردر عندك او باي برنامج تاني واخر تحرير
برامج كثيرة جدا كما تعلموا، وفي منها افضل يعني على حسب ما انت معتاد. حبيت بس ان انا اعمل الفيديو ده، ولقيت ان هي فكرة كويسة ممكن اعمله لحضراتكم فيديو، فحبيت ان انا اعملها. ومعلش ان انا اطلت على حضراتكم في الفيديو، واشكركم على متابعتي، ولا تنسونا بالاشتراك والاعجاب، وكتر خيركم طبعا على كل شيء، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.